سبحان الله، ما كان للشيطان في الصحابة رضي الله عنهم ما كان له فيهم مطمع، ما كانوا إذا دخلوا إلى المسجد يأتون إلى زيارته أبدا، وما كانوا رضي الله عنهم إذا قدموا من سفر أن يأتوا إلى قبره، إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه، ومع ذلك لم يكن هذا على وجه الدوام والاستمرار، وإنما هو من باب النادر، لكن الأكثر ما كانوا يفعلونه حتى إذا رجعوا من السفر، وما كانوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد النبوي، فما كان للشيطان فيهم مطمع، مع أن حجرة عائشة كانت مفتوحة والقبر أمامه، ومع ذلك كانوا من أحرص الناس على اتباع السنة وعلى سد أبواب الشرك. فما ظنكم لو كانت الأبواب الآن مشرعة، مع أن الأبواب مغلقة وهناك حيطان وجدران، ومع ذلك ترى الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتمسح بجدران الحجرة وما شابه ذلك، مما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. شد الرحل ما جاء إلا لثلاث بقع، في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فتكون الزيارة إلى المسجد النبوي وليس القصد زيارة القبر، وإنما هي تبع. ولذلك لو أن طالب العلم إذا رأى من المصلحة أنه إذا سافر إلى المدينة للصلاة فيها، إذا رأى من المصلحة ومعه جمع ألا يأتي القبر فله ذلك، ليس هذا انتقاص لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تعظيم لحقه، لأنه هو الذي أمر بهذا، هو الذي أمر بهذا أن تسد الأبواب، حتى إذا مدح صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن الشخير عند أبي داود بإسناد صحيح، أنه لما مدح بأوصاف أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وأفضلنا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عابد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بعض من في قلبه هوى أو حب للبدعة إذا به يقول أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، تنكرون هذه القصائد التي يمدح بها، تنكرون أن يأتي الإنسان إلى قبره وأن يستغيث به أو أن يجعله شفيعا لنا عند الله، أو أنكم تنكرون إحياء الموالد وما شابه ذلك. نحن مع الشرع، لسنا مع ما تطلبه أهواؤنا وقلوبنا وأمزجتنا وعقولنا، لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.